Nagitza. A Nagitza. ¿En tu tenía Caroba? Bien. الحمد لله على السلامة. أهنئكم سلامة الوصول إلى تانية كهرباء. طيب دي المادة اللي احنا هنشتغل فيها مع بعض. عندكم محاضرتين او يعني بيسموهم محاضرة ونص. محاضرة يوم الاثنين هي دي معايا انا. المحاضرة الثانية مع الدكتور محمود عبد المنعم. المحاضرة الثانية دي بتبقى يوم الاربعاء وبتبقى اسبوع واسبوع. المحاضرة دي احنا معادنا الساعة 8 بس ما قصدت النهاردة ان انا هاجي متأخر. علشان خاطر الكلام اللي انا بقوله في اول مره ده كلام مهم عايز كل الناس تسمعه. اللي هقوله مره واحده والشاطر فيكم اللي يسمع الكلام بتاعي دهوت ويخليه في دماغه. اللي مش عايز يخليه في دماغه هو حر، هو كبير بس يستحمل. طبعا دي ماثيماتكس والماثيماتكس مرتبطه ببعضها. يعني الماثيماتكس واحد واثنين اللي انتوا درستوهم دي مرتبطه بيها. يعني وارد ان انا لما اجي اشتغل ان هو احتاج حته كونتينيوتي من بتاعه اعدادي، احتاج حته ديفرنشابيلتي من بتاعه اعدادي، احتاج تيلور اكسبانشن او ماكلورين سيريز من بتاع سنه اولى، محتاج ديفرنشال ايكويشن من بتاع سنه اولى. فده معناه ان واحنا شغالين او احتاج تكامل من بتاع اعدادي او بتاع اولى، سواء كان سنجل انتجرال او دبل انتجرال او يمكن احتاج تريبل انتجرال. فده معناه ان الرياضه دي بتعتمد على اللي فات. بتعتمد على اللي فات كله 100% بنفس الدرجة ما نقدرش ندعي ممكن. لكن لو جيت وانت شغال هنا اهوت وقلت لك الحتة دي درستها قبل كده يبقى انت لو عارفها اوكي، لو مش عارفها افتكرها. عشان الماثيماتكس كلها مرتبطة ببعض. المادة دي قبل ما ندخل في تفاصيل، المادة دي هي مادة دسمة مش مادة عبيطة.
المادة دي إن الخروج عن النص فيها مش كتير. يعني لو مسكت الامتحانات القديمة والحاجات الأسئلة تجد إن في حاجات متكررة. مش معناها إن الواحد يحفظ له امتحانين يعرف يحل، لا. لقيت حاجات متكررة بس للأسف ما يقدرش يحلها إلا اللي فهمها. ميزة وعيب. عيب إنها مادة ثقيلة دسمة، والميزة إن الخروج عن النص فيها مش كتير، لأن لو خرجنا عن النص ما حدش فيكم هيحل. حاجة. أوكي؟ طيب، المادة دي علشان خاطر تنجح فيها، بصوا الرياضة التانية الكهرباء ده بدرسها من زمان، من ساعة ما كنت معيد. يلا يا جماعة نقعد، يلا سيدي، يلا بسرعة. عدد 8، احنا معدنا 8 يا جماعة، احنا معدنا 8، ظبط نفسك على 8. المادة دي كانت من سنين كتيرة كان ما بيبقاش عندنا فيها حد بيسقط، حدش بيسقط. الرياضة التانية كهرباء. نتيجة إن الناس كانت بتذاكرها صح. أقول لكم يعني إيه بتذاكرها صح؟ السنين الأخرانية، ثلاث أربع سنين الأخرانية ديت، ابتدى يبقى فيها سقوط كتير. ليه؟ لأن ناس كتير قوي عايزين يستسهلوا وعايزين يشتغلوا بالفهلوة بتاعت المصريين اللي هي يا هم الأهل. أنا هقلل نفسي في المحاضرات ليه؟ هحضر المحاضرات ليه؟ أقول لك من 8 ولا من 8:30 ولا أستأذن يمكن يدخلني يمكن ما يدخلنيش. ولو اتلكعت شوية زي البهوات اللي بيتلكعوا أسمع لي كلمتين، طب ليه الخلقة دي؟ ما اتمنى بقى من الحضور. وبعدين في النهايه في ورق، اجيب لك الورق فيه البريز. البريز كله قال انت تقعد تقرف نفسك ليه؟ ما انت للثلاث ايام قبل الامتحان تقعد تركز وهتمتحن. وهو الراجل قال لنفسه ان الخروج عن النص مش كتير، قال لي هتعدي هتعدي. ما بيعديش. يتنير على عينه ويعيد او يعيد المادة. ويتدحرج كده دحرجه كده مش لطيفه. نتيجه ان الماده دي انت عايز تفهمها، عايز تفهم، عايز تبقى قاعد ومركز. يعني الشغل شغلانه الطالب مش شغلانه المقاول، شغلانه الطالب مهندس يعني. تقعد وتفهم، تعرف كل حاجه ديت جت منين. بعد ما تفهم او تدعي ان انت كنت بتفهم، تمسك المسائل وتشوف نفسك فاهم ولا مش فاهم. تلاقي نفسك مش فاهم، تلاقي نفسك كنت فاكر ان انت فاهم. او تبص للحل تقول اه الحل ده حلو كويس، لكن لو جات لك مساله زيها ما تعرفش تبتدي فيها. فالناس بطلت تحضر المحاضرات، دي كارثه وبلوه سود. بقى اسبابها معاها هم حرين، بس نتيجه كده بقينا نشوف المستوى الزفت والضحله اللي احنا فيه، مستوى ضحل. زي الطالب اللي في المعمل يقول له وصل الارض، وصل الارض يا باشمهندس بتاع الاكسبيرمنت الارض. قال ها وصل الارض، وصل سلكه بمسمار وسيب السلك على الارض. مش ارضي؟ فرحتي بيه. فبقينا نشوف المستويات الضحلة، وبقينا نشوف الناس اللي بتسقط. بقينا نسمع ونشوف على الناس اللي بتسقط كتير. وعايز اقول لكم احنا واحنا بنصحح مفيش راحة.
احنا يبقى في رحمه معاكم واحنا بنتكلم كده وانتم بتسالوا واحنا بنشرح. لكن واحنا بنصحح بنقول ايه؟ الورقه دي طبعا الورقه بتبقى متداريه ومتدبسه مش اساسا مبينه. الورقه دي لا يستاهل انه يبقى مهندس ولا ما يستاهلش؟ يستاهل ولا ما يستاهلش؟ بمعنى ايه؟ مجموع درجاته اللي جابه اللي جمعهم دول يعدوه ولا ما يعدوهوش؟ بس عداه خلاص. والامتحان بيبقى متقسم ما بيني وما بين الدكتور محمود، انا بصلح نص الورق، انا بصلح نص الامتحان في كل الورق، هو بيصلح الباقي في كل الورق برضه عشان يبقى فيه ايه؟ حياديه. فالناس بطلت تحضر المحاضرات وبطلت تذاكر باستمرار. عيب المادة دي ان انت لو سبتها بتنساها، تنساها خالص. يعني لو استنيت كم محاضرة على بعض هتبص تلاقي نفسك ناسي خالص، لان الكمية كبيرة وهتلاقي نفسك فاهم مش فاهم يعني. فنصيحة ان انت حضرتك محاضرة ومحاضرة اول باول كده تبتدي اللي انت كتبته تذاكر. طبعا انا يمكن بالنسبة لبعض الناس فيكم بقول مبادئ من المريخ مش من الارض، لكن معلش ده اللي احنا اتعلمناه وده اللي بيطلع مهندسين، ده اللي بيطلع دكاتره. لكن يمكن في ناس كتير قوي بيطلعوا مهندسين وبياخدوا الرخصه اول ما يروح يشتغل ايه ده؟ انت ما اتعلمتش حاجه؟ ايه ده؟ ايه طالب العره اللي جاي لنا ده؟ ده واد عره، ده ما نعينوش في الشركه بتاعتنا. مش يا ده روح اتعلم، بس هو ده اللي بيحصل. أو بتدخل في النهاية تمتحن. تدخل تمتحن امتحان واحد. تكنيكال اكزام كده. اللي أنت اتعلمته، اللي هيعدي هيشتغل، اللي مش هيعدي يروح بقى يتصرف. إذا عايز رخصة وتطلع تشتغل على عربية الفول ماشي. إذا عايز تبقى مهندس محترم يبقى أنت لازم تبقى. ماشي؟ فالاسلوب الامثل ان انت تنجح في الماده دي هو انك تحضر المحاضره وبعد كده تذاكرها وتحاول تحل. تلاقي عندك اسئله تروح للسكشن تقول له الحاجات دي انا ما عرفتش احلها، ليه؟ وانا حمار؟ ولا الحاجات دي الدكتور بيقول حاجه والمسائل في حته ثانيه؟ ولا في وصلة ما بين الاثنين انا مش فاهمها؟ لازم تحدد، لازم تعرف. تدخل السكشن مش مستني يحلوها. تدخل السكشن محاول المسائل. وتاخد ردود على الحاجات اللي وقفت قصادك. دي بالكم. فده بالنسبة لأسلوب النجاح. بالنسبة للدرجات المادة ديت من كام؟ من كام المادة دي؟ لا مش من 300. أيوة من 250. قسمها إزاي؟ بتقسمها 90 درجة في الفاينل إكزام بتاع الترم الأولاني. 90 زيهم فاينل اكزام بتاع الترم الثاني ويفضل على 250 70 درجه. 70 درجه دول بيتقسموا برضه 20 درجه 20 درجه ميد تيرمز. الترم الاولاني فيه امتحان عليه 20 درجه، الترم الثاني عليه 20 درجه تانيين، يفضلوا 30 درجه. 30 درجه دول عالم، 30 درجة دول عالي. حضورك مشاركتك في السكشن اتندنس و الاكسرسايز اللي بتطلب منك انك تقدمها في السكشن و كويزز. اتنين كويزز بتتعملوا في السكشن. انا بيجي لي كده اهوت اكسل شيت كده اهوت ليكم كلكم في الايتم ستيت.
الباشا جاب كام في المتر الاولاني؟ كان كام في المتر الثاني؟ عمل ايه في الكويزات بتاعته؟ وقدم الشغل بتاعه ولا لا؟ او كان بيحضر ولا كان بيحضر؟ فبناء عليه لو جاي في المتر الاولاني دوت 7 من 20 5 في الترم الثاني ما هو بعد قضية 12 بياخد له من ال 30 درجة دول 8 درجات يبقوا 20 درجة من 70 حط له 20 درجة من 70 الله يدخل المتر ده جاي في 18 دخل المتر الثاني جاي في 19 واخد من 30 15 ستوب بقى ده جايب 15 من 30 وفي المتر مات مكسر الدنيا ايه حكايه الواد ايه حكايته بكلم المعيدين واقول لهم ده كان بيعمل ايه ده؟ والله ده كان مبطل ما كانش جديد. قال لك فكك من السكشن مش هي الامتحانات وبس جايب 40 وكويز حضر الكويز الثاني ما حضرش طب مش هنا يعني خلاص ياخد درجه لكن حضر كله واخد درجه بالشكل ده لازم انقلها تمثيل. انا عن نفسي كده هو في 18 و19 ده انا اعتبرهم له 20 و20. عندنا في امتحاناتنا اللي جايب 18 و19 ده يعني كسر الدنيا يا في امتحاناتنا مش في اي امتحانات. فيعني حتى لو استقصدك حتى لو المعيد استقصدك انا هعمل لها بس هستبصر اعرف يلا ما علينا ده توزيع في الدرجه ده بالنسبه للدرجه بالنسبه للموضوعات اللي احنا هندرسها انا حابب ان انا اقول لكم احنا ايه الموضوعات اللي احنا هندرسها بالنسبه للمحاضره بتاعتي بالنسبة للمحاضرة بتاعت الدكتور محمود اللي هي يوم الأربعاء هكتب بس إن هو الإيه؟ العناوين بتاعت الحاجات اللي أنتوا هتدرسوها. هندرس حاجة اسمها سبيشال فانكشنز. إحنا اتعلمنا فانكشنز. اتعلمنا الفانكشنز العادية اللي هو y بيساوي x سكوير، y بيساوي ساين x، y بيساوي شاين x، التريجنومتريك فانكشن والاكسبوننشال فانكشن واللوغاريتميك فانكشن هايبربوليك فانكشن، وبعد شويه اتعلمنا حاجه اسمها انفرس فانكشن، اتعلمنا الساين ماينس 1 والتانش ماينس 1 والسيرش ماينس 1، الحاجات دي كلها. الفانكشنز دي سبيشال فانكشنز. واحده اسمها جاما فانكشن وواحدة اسمها بيتا فانكشن. أول مرة نسمع جاما فانكشن وبيتا فانكشن. اتسموا ليه سبيشال فانكشنز؟ الإكسبريشن الديفينيشن بتاعهم إيه؟ زي ما أنت شايف دي فانكشن في 1 فاريبل، دي فانكشن في 2 فاريبلز. واخد بالك؟ 2 اندبندنت فاريبلز، ده فانكشن في 1 فاريبل، 1 اندبندنت فاريبل بس. إيه البروبرتيز بتاعتها بندرسها ليه؟ بعد كده نخلص ده اسهل درس في الكورس بتاعك كله. بعد كده ناخد حاجه اسمها سيريز سوليوشنز فور لينير ديفرنشال ايكويشن. احنا في كلمتين من التايتل ده كله عارفينه
linear differential equations و series. احنا في الجزء ده هنحل differential equations. قول لي الله، خدنا حلول differential equations قبل كده سنة أولى، خدنا سنة على طول، خدنا ازاي نحل first order first degree differential equations، سواء إذا كانت دي homogeneous separable exact، إذا كانت linear، إذا كانت Bernoulli، إذا كانت whatever it is، بعرف أحلها. وبعد شوية دخلت على higher order linear differential equation، بس كانت مش كل سنة coefficient. وفي النص ده درست حاجة اسمها higher order بس مش variable coefficient، كانت ليها سمة معينة ان الاكس تبقى مضروبة في الواي داش والاكس سكوير في الواي دبل داش والواي ترابل داش مضروبة في اكس كيوب، اللي كنا بنسميها اويلر ايكويشن. اويلر ايكويشن ما علينا. النوعية دي نوعية جديدة، نوعية معينة من الديفرنشال ايكويشنز، وهحلهم بطريقة جديدة غير الطرق القديمة، غير واي سي اف وواي بي اي والكلام ده، هحلهم بطريقة تانية. الطريقة دي هي ان انا اجيب الحل في صورة باور سيريز. باور سيريز لازم اعرف بقى الباور سيريز اللي عندي دي الكونفرجن ولا لا، او الريديس كونفرجنس بتاعها قد ايه، والدومين اوف فاليديتي بتاعها قد ايه. وافتكر انا لما كنت في السيريز كنت كان بيبقى في عندي تيستس اوف كونفرجنس، كان بيبقى في عندي كومباريسون تيست، وكان بيبقى في عندي كوشي تيست، وكان بيبقى في عندي الريشيو تيست والانتجرال تيست والحاجات دي. المهم انا هنا هو عايز احل الديفرنشال ايكويشن بس في صوره سيريز. ثالث حاجه هنتكلم على كومبلكس اناليسيس، او ساعات بيسموها functions of the complex variables. complex variables يعني هيبقى عندي function f of، بس ال variable ده it is not real، غير y بيساوي f of x، لا هيبقى عندي function f of z. ايه z ده؟ زد ده x زائد i y، فعندي اثنين independent variables هما x و y، ولكن العلاقه ما بينهم هو ال x زائد i y، ده عباره عن complex variable، و i طبعا اللي هي الجذر ناقص y. الفانكشن دي هبتدي اتعلمه، ابتدي اتعلم اتعامل معاه، اتعلم فانكشن جديده. يعني ايه؟ فين في اعدادي لما كنا بنتعلم اي فانكشن جديده كنا بنقول ايه؟ الفانكشن دي في الدومين والرينج بتاعها ايه؟ الفانكشن دي الكونتينيوتي بتاعها اخبارها ايه؟ الفانكشن دي ديفرنشبل ولا لا؟ الفانكشن دي بنكملها ازاي؟ الفانكشن دي بنفكها ان سيريز ازاي؟ اللي هي بيسموها التيلر والماكلورين سيريز. هنا في سيريز جديده اسمها لورنت سيريز. يعني باختصار شديد ان انا عندي الفانكشن ديت بتعلمها. طيب هدفها ايه؟ هنفهم ايه؟ ليه الهدف بتاع الكومبلكس اناليسيس؟ ليه بنشتغل بالكومبلكس؟ ليه بنتعرض لفانكشن يبقى ليها كومبلكس فاريبل؟ هو مش الكومبلكس ده تخيلي. هنستخدم الكونسبتس ديت علشان خاطر نحل ريال انتجرالز، او نحل ريال بروبلمز، او نحل ديفرنشال ايكويشن. بس لازم علشان نستخدم تول لازم نفهمها. فده تالت موضوع. رابع موضوع هناخد حاجة اسمها مثل functions
ندرس حاجه اسمها الليجندر بولينوميالز. لازم علشان ندرس حاجه الهدف بتاع الماثيماتكس هو ان انا يبقى عندي التولز بتاعتي قويه. هدف دراسه الماثيماتكس في الانجينيرنج ايه؟ انك لما تيجي وانت بتحل الانجينيرنج بروبلم تلاقي نفسك الماثيماتكس بتاعتها تعرف تعملها. يعني انت مثلا درست ماتيريالز الكترونيك ماتيريالز درسوها يا ابني كهرباء ولا ايه؟ بس الماتيريالز بتدرس بس اتصالات؟ كان درس قبل كده في سنه ثانيه كهرباء ونزلت سنه اولى كهرباء. الانترنال ستراكشر بتاع السيمي كوندكتورز والحاجات دي ما درستهاش، الفيرمي ليفلز والكلام ده. هو دي كانت بتدرس في ماده ايه؟ فيزيكس؟ طيب كويس. ماشي. جيت وانا بدرس الحاجات ديت او عندي سيركت وبحلها لقيت طالع عندي ديفرنشال ايكويشن. لا ازاي؟ فالماثيماتكس عندنا هنا هو از تول. عشان كده هتلاقونا واحنا بنشتغل الحاجات البيور ماثيماتكس ما بنعمقش فيها قوي. يعني الاثباتات ما بنطالبكوش بالاثباتات علشان خاطر عايزك تتعلم تستخدم الماثيماتكس. لو احنا في كليه العلوم نقول لك سيبك من الابلكيشنز وتعالى ايه؟ تعالى نتعلم الاثباتات دي تثبت. طيب ده على فكره المنهج بتاع السنه كلها مش بتاع الترم. بتاع السنه كلها. يعني هناخد الترم الاولاني الموضوعين دول وجزء من ده. جزء من الترم مش هنخلصه في الترم الاولاني. وفي الترم الثاني هناخد بقيه الكومبلكس والبيزل والجبر. الدرس ده درس مهم قوي لان مرتبط بيه الاثنين دول. عشان كده ده بيدرس في الترم الاولاني وفي الترم الثاني بنستخدم الدرس ده تاني. عشان كده المادة ديت مادة منتصرة. اللي انت امتحنت فيه في الترم الاولاني هتمتحن فيه تاني في الترم الثاني. في المحاضرة بتاعت الاربع هتاخدوا ثلاث موضوعات مش هكتبهم، هسيب الدكتور محمود عبد المؤمن يقول لكم عليهم. أقول لكم بس هم دول إيه. واحد موضوع بيتكلم على probability، موضوع تاني بيتكلم على numerical solutions، وموضوع تاني بيتكلم على optimization وإيه linear programming problems. سيب الدكتور محمود يتكلم عن الموضوعات بتاعته. ده بالنسبة للحاجات اللي إحنا هندرسها. بالنسبة الماتيريال ديت هتلاقيها فين؟ التكست بوك اللي احنا هنستخدمه. في تكست بوك تقدر تشتغل منه لكنه كبير شويتين. في الموضوعات دي وموضوعات تانية كتيرة. كتاب اسمه Advanced Engineering Mathematics بتاع واحد اسمه إيروين. Rising. مش مطالب انك تجيب الكتاب ده، الكتاب ده كبير قوي قوي، لكن معظم الكتب ديت في بنك المعرفه موجود، ومعظم الكتب ديت تقدر تجيبه بي دي اف ويبقى عندك الريفرنس في الموضوعات بتاعتك وموضوعات. لكن في كتاب
موجود في مكتبه المهندسين اللي هي الكتب بتاعتنا اللي هو الكتاب بتاع سنه ثانيه كهرباء بظن في مانيوال معاه موجود اللي عايز يستعين بيه يجيبه موجود في المكتبه المهندسين. أنا يهمني أكتر من الكتب في الحقيقة إن حضرتك تكتب ورايا. أنا يهمني أكتر من الكتب إن حضرتك تكتب ورايا. إذا أنت مستثقل العملية ديت بطل كلام. إذا أنت مستثقل العملية ديت نصيحة ليك ابتدي اتعود عليها. ابتدي اتعود عليها، ابتدي اكتب في اجندة صغيرة كده اهوت نوتس بسيط. بعد شوية هتحتاج إن أنت الأجندة دي تكبرها شوية. عشان عايز تكتب أكتر من كده، علشان عايز تستوعب أكتر ما يمكن. علشان عايز مفيش معلومة تفوت منك، عشان عايز تقفل الامتحان. لكن عايز تدخل و التمثيل المشرف للطالب وتدخل تطلع لك من الامتحان واخد يعني اربع اقلام وقفيين وشلوتين انت حر. تعالى ترزان، تعالى اقعد اتكلم مع اللي جنبك كده وعلق على اللي انا بقوله، وتعالى اشتغل ايه يعني صانع نكت، اعمل نكت ونكت على الايه على خلق الله، هتلاقي اللي ينكد عليك. واخد بالك؟ لكن تعالى اتعب وتعود. حتى لو انت خطك مش مترتب، اتليست لو كتبت شويه نوتس بتاعت كل محاضره في اخر السنه تبقى قاعد ملك، عارف ايه اللي اتشرح وايه اللي ايه اللي اتقال وايه اللي ما اتقالش. وبعدين هقول لكم على سر ما بيننا احنا الايه؟ ال 400 وال 300. هقول لكم على سر. أنا بدي امتحاناتي أقول لك إزاي؟ أقول لك إزاي؟ أقول لك إزاي؟ أول حاجة إن ممكن وأنا بشتغل واحدة من المسائل اللي أنا حلتها تلاقيها هي اللي جاية لك في الكويز أو في أو في مترم أو أكتر. واحدة من المسائل. وممكن تبقى مسألة زيها بس موديفايد. وممكن تكون مسألة زيها بس لا مؤاخذة فيها خزون. إزاي؟ مسألة نفسها دي سيم الثانية كهرباء. مسألة نفس الشبه. هي المسألة بدل الاثنين خليناها ثلاثة. لكن الاثنين اللي اتغيرت بثلاثة دي تخلي لك المسألة دي صعبة جدا. ما يعرفش يحلها الا الطالب الشاطر الفاهم اللي كان مستوعب المسألة بتاعت الاثنين فيعرف يستند ويجيب المسألة بتاعت الثلاثة دي. واخدين بالكم؟ ايه تاني؟ يعني ممكن مسألة مباشرة، ممكن مسألة موديفايد، وممكن مسألة واحنا بنحل هتعرفوا تكملوا المسألة دي؟ تقولوا نعرف نكملها. قلت طب كملوها. طبعا انت حضرتك بتقول علشان نخلص بسرعة وننجز ونروح وناكل السندوتشات اللي تحت ونفطر ونقف ونتكلم الخدمة بتاعت المحاضرة كده؟ وأقول لك طب كملوا المسألة دي. طبعا هيكمل المسألة دي 20% منكم وال 80% هيلاقوها في الامتحان وهيقعوا فيها. دي تالت حاجة. رابع حاجة ممكن اجيبها لك في الامتحان ان انا اقول لك ايه؟ احنا يا جماعة عندنا اكسترا ريبورت في واحنا بنشتغل كده اهو في السكة في كام قانون كده اهوت عايزكم تدوروا عليهم او في مسألة معينة عايزك تسأل عليها وتدور عليها وتجيبها وتحلها. وهنعملها بونص هنعملها اكسترا ريبورت. يعني ايه ده يا دكتور اكسترا ريبورت؟
اكسترا ريبورت معناها ان هكتب لك المسألة دي اقول لك مطلوب منك 1 2 3. واول 10% يجيبوا لي الريبورت ده هياخدوا درجات فوق ال70. يعني ايه؟ يعني لو انت جايب توتال 65 من 70 درجاتك، وكان الاكسترا ريبورت اللي عليه 5 درجات، يبقى انت كده هوت على الرغم ان انت مش مقفل اعمال السنه، انا هقفل لك اعمال السنه بالاكسترا ريبورت اللي حضرتك ايه سلمته. فطبعا في واحد فيكم شاطر يقول لي ايه؟ قال طب لو انا جايب 70 من 70، اقول لك لو انت جايب 70 من 70 او ضامن ان انت هتجيب 70 من 70، يبقى انت اوتوماتيكالي هتجيب 90 من 90 في الامتحان، 90 من 90 في الامتحان الثاني، مش محتاج اي اكسترا بونص ومش محتاج اي حاجه. انت لو الاستيتس بتاعتك دي خلاص ما تعملش حاجه، ما تجيش المحاضره لو دي الاستيتس بتاعتك، واخد بالك؟ فالاكسترا ريبورت ده هو بنعلن عنه وبنقول الاكسترا ريبورت ده هيتسلم وهتسلمه لي في المكتب بتاعي، واول 10% يقدمه هياخدوا الدرجه، اللي بعد كده مش هياخد درجه. تيجي تدخل الامتحان تلاقي السؤال بالكامل هو الاكسترا ريبورت اللي انا طلبته منك. فهيبقى هنا في نوعيتين او يمكن ثلاثه. الطالب اللي حله تعب فيه هيزغرق في الامتحان، هيحل الاكسترا وتحس ان الامتحان سهل. الطالب اللي نقل، ما انت ممكن تنقل، ما انت ممكن تشتغل في علاوة. الطالب اللي نقل هيدخل الامتحان يقول ياه ده الاكسترا ريبورت، هيفرح قوي بس هيجي يبتدي مش عارف يبتدي ازاي، مش هيعرف، وهيكتب بقى تهريج هكتشف انا بقى وانا بصلي ماشي. والطالب الثالث اللي هو كبر دماغه ما سالش عنه، تقول لا الامتحان طويل وامتحان تعقيد وبيفتروا فينا ودكاتره ايه دول والكلام ده، الكلام الفاضي ده، وظلموني، واخدين بالكم؟ ف انا امتحاناتي بتتجاب من السبوره بتاعتي. عايز شاطر تبقى شاطر، اكتب حاجه ديت هتعفيك عن انك تقعد تهرج في المحاضره، علشان انا اللي بيهرج في المحاضره او بينام انا برحمه. انت مفيش اي ضغط عليك انك تحضر، على فكره انا ما باخدش غياب في المحاضره، لكن لو انت هتحضر المحاضره يبقى خليك تعمل حاجه انت حاببها او انت حابب انك تعملها او انت قابل انك تعملها، بلاش حابب، قابل انك انت تعملها، لكن تقعد وتشوشر على زمايلك انا ما بقبلهاش، تقعد وتهرج وتستهين بيا وبالمحاضره انا ما بقبلهاش خالص، تقعد وماسك الموبايل وقاعد عمال تلعب بيه ما بقبلوش خالص. فلو حصلت حاجه من الحاجات ديت انا بقول بقرك كده اهوت من بعيد واقول لك تعالى وهات لي كارنيهك معاك. بس. واخدين بالكم؟ بحاول قدر الامكان من المحاضره تبقى لذيذه، بحاول بس بتبقى مرض المحاضره دي بالنسبه لبعض منكم، بالنسبه لبعض الناس ما بيستحملهاش ما بيطيقهاش. لكن انا بحاول قدر الامكان، بحاول ان انا افهمك كل حاجه. لو في حاجه انا مش هقدر افهمها لك اقول لك ديت ايه؟ سيبها او ديت بعيده او بحضر المحاضره كويس قوي بحيث ان انا اكيفك وانت قاعد متكيف. مفيش حاجه اضحك عليك كده واكلفك، مش هعمل كده. فمن ناحيه الماده العلميه او العلم اللي انت هتاخده علم نقي وعلم تعبانين فيه. ولو حد فيكم قرايات او مين الامتيازات اللي فين الامتيازات؟ ما ترفعوش خلاص، ما مش عارف ترفع شيء من اللي لكن في وسطكم ناس انا عارف
هيبقوا علماء وهيبقوا دكاتره وهيقفوا مكاني. انا عارف كده. عشان كده وانا بشتغل بالليفل ده. فاللي فيكم عايز اي حاجه اكسترا هيجي يسال. لو فيكم حد عايز اي حاجه اكسترا في الماثيماتكس هيجي يسالني وهقول له يدور عليها فين او يجيبها منين او هدي اللي هو عايزه. انا الاوضه بتاعتي اوضه 114 في المبنى الرئيسي بتاع العميد في الطرقه بتاعت العميد. وانت ماشي في الطرقه كده هتلاقي اوضه العميد على شمالك، بعدها بخطوتين هتلاقي اوضتي على اليمين ومكتوب عليها اسم. الاوفيس اورز بتاعتي انا باجي افيلبل بالنسبه ليكم طلب الثانيه كهرباء يوم 2 3 4 5 2 3 4 5 في وقت البريك. 2 3 4 5 في وقت البريك. كل اسبوع ما عدا ايه؟ ما عدا السبت والاحد. بالنسبه لو في حد عايز يبعت لي ميل ولا حاجه فالميل ادرس بتاعي اهو. حد ناسي
الجزئيه ديت، يعني الجزئيه اتاخدت بس نسيها. هدور عليها فين؟ هدور على الكشكول. هنا بقى في ميزه ان انا بكتب نوتس. هدور على الكشكول بتاعها. طبعا كل واحد لما بيجي يرتب مكتبه في السنه الجديده بيقول ايه؟ احتفظ بايه وارمي ايه؟ في ناس ما بترميش حاجه. يعني انا مثلا عندي النوع ده بيعمل لي مشكله في البيت. انا من النوع اللي انا بحتفظ بحاجاتي. يعني مثلا في سنه من السنين الدكتور هو بيشرح طلب كشكول محاضرات. فقلت له اتفضل يا دكتور. فالرفيق اللي هو وقرا قال لي يا ابني الكشكول ده ما تدوش لحد. طبعا بعد ما قال كده الدفعه كلها صورت. لان بكتب كل حاجه. فعشان كده ما بحتفظ بيها لالا في يوم من الايام احتاجها واجي اقعد ادور. طب ادور ليه وانا عندي الحاجات بتاعتي؟ فانت تعود كده ان الحاجات اللي انت درستها اكتب عنها نوتس. الحاجات اللي بخط ايدك دي حاجات جميله جدا، حاجات سريه. الحاجات اللي انت كتبتها بخط ايدك دي واهتميت انك تكتبها دي حاجات مفيده هترجع لها بعد كده، وخصوصا في الحاجات اللي هتعتمد عليها بعد كده. لكن في ماده خلاص اتخذت ومفيش حاجه معتمد عليها، او في ماده دي ماده استراكشر واحنا خلصنا مش ها. كان زمان احنا بناخد استراكشر، انتوا دلوقتي دي كانت من اسهل المواد كلنا بنجي فيها امتيازات. المهم فحاضر هكمل واسمعك. فدي خلصت بقى خلاص مش هترجع لها، ارمي الكشكول بتاعها مش مشكله. اذا ما عرفتش ترجع لها الكتاب بتاعها موجود. مايل كده على زمايلك من بتوع سنه اولى وانا عايز الكتاب بتاعك بس كده ايه؟ هصور منه بعض الحاجات. وبما انك درستها قبل كده يبقى سهل انك تفتكر. لكن انا كنت فاكرك عايز تسال على حاجات، الحاجات اللي احنا السنه اللي فاتت لغوها. مثلا في كل سنه الترم بيبقى اقل من اللي احنا المفروض ان احنا نشتغل. فبنيجي في حته ونقول لها الحته دي انت هنلغيها السنه دي يا جماعه، ما عندناش وقت ناخدها. طيب لو كانت بقى بتعتمد عليها حاجه، انا دي في الحقيقه حاجه زي كده انا ملتزم ان انا حاجة اتلغت عنك قبل كده وأنا بحتاجها في سنة ثانية وأنا عارف إنها اتلغت، فأنا ملتزم إن أنا أقولها، وإلا أبقى ببني على الهوا، وإلا أبقى زي اللي جاي يبني بيت كده وما حفرش أساس هيقع. فلو في حاجة حضرتك درستها هتفتكر، ولو عايز كتاب فيها تعالى أقول أجيب لك كتاب. لكن لو في حاجة ما درستش أنا التزام ان انا اقولها او ما ابنيش عليها. حاجه ما خدتهاش انا مش هبني عليها. طب عايز ايه؟ الايه؟ الحاجات اللي خدناها في اعدادي اولى. لا طبعا. انا معني في الحاجات اللي انا في التوبكس دي. لكن جوه التوبكس ديت في حاجات، علشان تبقى فاهم 100% حاجات محتاجها من قبل كده. لكن مش حاجه اقول لك discuss the differentiability of function واديها لك، او find the case such that the function دي continuous مثلا، او اقول لك هات لابلاس ترانسفورم بتاع مش عارف ايه. لا. او فورير سيريز بتاع كده. لا. لكن ممكن دي تبقى حاجه جوه محتاجينها. نعم. topics ايه؟ لا مش هقدر اقول لك لان ممكن في حاجات بتظهر وقتها. لكن اللي هقول لك عليها في وقتها وانا بشرح الحاجات دي هقول لك الحته دي من اعدادي، الحته دي من اولى. فانت لو انت متصل معايا باستمرار وتحضر المحاضرات وتكتب تبقى عارف ايه الحاجات اللي جديده والحاجات اللي قديمه. لكن مش هقدر اقصرها النهارده واضحك عليك لو قلت لك ذاكر دول. تيجي بعد شويه تقول لا ده ما في حاجه هنا اهوت انت ما قلتلاش عليها. نعم.
ما انا وقت ما انا بشرحها بس مش قبل المقابله، وقت ما انا بشرحها هقول عليها ماشي. في بعض الاحيان هقول لك افتكروا يا جماعه مثلا المره اللي جايه هنبتدي في الديفرنشال ايكويشنز، افتكروا الديفرنشال ايكويشنز كنا بنحلها ازاي، ويعني ايه سوليوشن، ويعني ايه الاكسبليسيت فورم، يعني ايه امبليسيت فورم. ايه تاني؟ ايه تاني بتسالوا عنه؟ تاني اتفضل. ممكن ايه؟ انتوا بتعرفوا تدخلوا على وات سكول ال ام اس؟ عندكم حاجه اسمها ال ام اس ليكم؟ تعرفوا تدخلوا على الماده بتاعتكم على البورتال او على السايت بتاع الكليه؟ مش بتدخل على الاس اي اس عشان تعرف درجاتك؟ نعم؟ بتعرف؟ بتعرف النتيجه بتاعتك ازاي؟ تدخل بالميل ادرس بتاعك على حته معينه تعمل كده بنفس الاسلوب ده، تقدر تدخل على حاجه اسمها ال ام اس هتلاقي في حاجات انا منزلها لك، يعني مثلا عايزين نحط امتحانات قديمه مثلا، امتحانات قديمه وحلولها مثلا في مكان ما على الـ على الـ على ال ام اس هتلاقيها موجوده، امتحانات قديمه لو انت دخلت على الماده بتاعتك على ال ام اس، الا اذا ما كانش ليه كنتوا ال ام اس مفيش. طيب إذا ما كانش كده أنا همدك بالحاجات دي، هديها للمندوب قبل المحاضرة؟ لا لا لا، أنا مش محتاج منك، أنا مش محتاج منك في المحاضرة غير إنك أنت تبقى منتبه معايا، حتى لو في حتة أنت ناسيها هفكرك بيها كده هو في المحاضرة، وهترجع تكمل الفكرة دي بعد، ما تخافش. انا مش محتاج منك غير انك بس تكون مركز معايا، مش نايم، مش بتتكلم، مش ماسك الموبايل، مش عندك مثلا ريبورت هيتسلم قريب واتنين قاعدين ورا في الخباسه كده وقاعدين بينقلوا الريبورت. انا الحاجات دي ربنا بيديني كده موهبه ان انا اكتشفها، اكتشفها وبجرسها، بجرسها. اي حد عايز يستفسر عن اي حاجه؟ انا اخد فكره كده همشيكوا بدري النهارده، همشيكوا بدري، انا مش هشرح حاجه بس هناخد ديفينيشن واحد. طيب. احنا
احنا هنقول كده هوت سبيشال فانكشنز. واحد حاجه اسمها ذا جاما فانكشن. احنا دايما اول حاجه بنتعلمها بنبتدي نتعلمها من اول وجديد نبتدي نعرفها. ايه الديفينيشن بتاع وات از كولد ذا جاما فانكشن؟ باي ديفينيشن كده هو التكامل ده من 0 ل انفينيتي تي باور اكس ناقص 1 اي باور ماينس تي دي تي هو اللي انا بتكلم عنه. اسالكم بس سؤال، التكامل ده يطلع فانكشن في مين؟ اكس طبعا، اكس طبعا، لانك الفاريبل بتاعك هو التي وهتعوض بالصفر والانفينيتي هتختفي التي خالص فمش هيظهر التي، يظهر مين؟ الفاريبل الثاني اللي ظاهر. علشان كده دي فانكشن في الاكس انا بكتبها جاما اوف اكس. احنا عندنا نعرف اثنين جاما، انتوا تعرفوا صح؟ الجاما سمول جاما كابتن حرف ال مقلوبة تقريبا بس هي دي ماشي. فباي ديفينيشن جاما اوف اكس بيساوي تكامل من صفر الى ما لا نهايه تي باور اكس ناقص 1 تي باور ماينس تي دي تي. سمعتوا قبل كده عن حاجه اسمها امبروبر انتجرال او بالعربي بعيد عنكم حاجه اسمها تكامل معتل؟ سمعتوا عن تكامل معتل؟ جميل، تكامل مريض يعني. التكامل اللي بيظهر في انفينيتي في الليمتس نتيجة وجود الانفينيتي ممكن الفانكشن بتاعتك لما تيجي تعوض بيها بالانفينيتي لو هي اي باور انفينيتي تطلع قيمتها انفينيتي ويبقى قيمة التكامل انفينيتي. الحالة دي بنقول على التكامل ده دايفرجنت. دايفرجنت يعني ايه؟ تباعدي. قيمته كبيرة قوي 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 بتساوي انفينيتي. الأمر ده بيحصل من حاجتين، يا إما النقطة اللي أنت تعوض بيها تكون انفينيتي وبالتالي لما تعوض بالانفينيتي يديلك قيمة الفانكشن انفينيتي، يا إما النقطة اللي أنت بتعوض بيها تكون ديسكونتينيوتي للفانكشن. يعني ايه؟ يعني نتيجة التكامل واحد على اكس وانت بتعوض عن اكس بيساوي صفر، حدود التكامل فيها صفر، فواحد على صفر بانفينيتي. فالحالتين دول يخلوا لي قيمة التكامل بانفينيتي، يخلوه دايفرجنت، علشان كده بنسميه امبروبر، عشان كده بنسميه معتل بالعربي. ماشي؟ فالتكامل ده هو امبروبر انتجرال. علشان يكون كونفرجنت، علشان تكون قيمته ما تساويش، علشان تكون قيمته ما تساويش انفينيتي، لازم يكون الاكس بتاعي ده اكبر من صفر. يبقى ده تكامل، ده تكامل قيمته مش هيظهر فيها تي لان هعوض عن التي بصفر وانفينيتي. علشان لما اعوض يديني فاينايت فاليو مش انفينيتي لابد ان الاكس دي تبقى بوزيتيف. ده باي ديفينيشن كده. طيب يعني ايه؟ يعني لو واحد عايز يجيب جاما واحد، زمان الفانكشنز كنت عندك مثلا واي بيساوي ساين اكس، عايز تجيب قيمه الفانكشن عند اكس بيساوي واي على 6 بتعوض تحسب ساين باي على 6 بيطلع ساين باي على 6 ونص يبقى قيمه الفانكشن نص. واي بيساوي اكس كيوب عند اكس ب 2 تعوض يطلع لك ان الواي بيساوي 8. فكنت علشان تجيب قيمه الفانكشن جاست تعمل ايه؟ سبستيوشن. هنا علشان خاطر نحسب قيمه الفانكشن عند الواحد هعمل سبستيوشن. هل لما هعمل سبستيوشن بالواحد هيطلع لي قيمة؟ لا، ده هيطلع لي تكامل احسبه.
تكامل من صفر لانفينيتي هيطلع تي باور صفر اي باور ماينس دي دي تي. فالفانكشن العاديه عشان تجيب قيمتها عند نقطه تعوض. الفانكشن اللي هي بنسميها سبيشال فانكشن عشان تجيب قيمتها عند نقطه تعوض فيطلع لك تكامل تحسبه. ادي الفرق عشان كده سموها سبيشال. ومن هنا انا لو حسبت التكامل ده تكامل بسيط، تكامل اي باور نيجاتيف تي بكام؟ بنيجاتيف اي باور نيجاتيف تي، يعني ده هيساوي نيجاتيف اي باور نيجاتيف من صفر ل وتعوض بدل التي مره تحط انفينيتي ومره تحط صفر، اللي هي سميناها البرنسبل ثيوري اوف كالكولس بتاع نيوتن ولايبنز، اللي هو انت بتحسب التكامل المحدد ازاي؟ تحسب التكامل الغير محدد الانديفينيت انتجرال وتعوض باللي فوق ناقص تعوض باللي تحت، دي اسمها الفاندمنتال ثيوري اوف كالكولس. فاندمنتال سيريز كالكس واشتغل عليها اثنين من العلماء، نيوتن بتاع التفاحه وواحد ثاني اسمه لايبنز. دول الاثنين كانوا شغالين في مكانين مختلفين، عشان كده لما طلعوا القانون ده سموه نيوتن شرطه لايبنز رول. اللي هو احنا بالبساطه بنعوض باللي فوق ناقص نعوض باللي فوق. طيب لما تيجي تعوض بالما لا نهايه، هو في الحقيقه كلمه تعوض بالما لا نهايه دي كلمه ماثيماتيكالي مش سليمه. معناها ان انا اخد ليميت لما تي تروح لما لا نهايه، لكن ببساطه قوي لما نحط بدل التي ما لا نهايه اديني اي باور ماينس انفينيتي ناقص كده اي باور ماينس انفينيتي ماينس اي باور زيرو. اي باور ماينس انفينيتي بزيرو واي باور زيرو بواحد، يبقى زيرو ناقص واحد قصادهم ناقص يبقى بيساوي. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا حسبت ان جاما اكس حيث اكس بيساوي واحد طلع بيساوي واحد. يعني لو انا عندي كيرف الجاما، لو انا عندي كيرف الجاما يمر بنقطه واحد، الكيرف بقى شكله ايه هنعرف نجيبه دلوقتي. كيرف الجاما هتلاقيه موجود فقط للاكس الفاضي. ليه؟ لأن الديفينيشن بتاعنا ديفاين فقط لو كانت اكس بوزيتيف. هجيلك للاكس النيجاتيف وهنشوف. مثلا لو انت حطيت هنا هو اكس بناقص واحد. لو انت لو واحد بيقول عند اكس بيساوي ناقص واحد. تجاوزا كده. جاما ناقص واحد بيساوي كام؟ عوض عن اكس بيساوي ناقص واحد. ده هيساوي تكامل من صفر لانفينيتي واحد على تي سكوير مش كده؟ عند اكس بيساوي ناقص واحد ناقص واحد. اي باور ماينس تي دي تي. التكامل ده دايفرجنت، دايفرجنت يعني ايه؟ يعني بيساوي زائد او ناقص. يبقى اذا عند الكميات السالبه مضمنش ان التكامل ده يبقى كونفرجنت. عشان كده في المين ديفينيشن بتاع الفانكشن دي قال لك خليك في السليم. خليك في السليم يعني ايه؟ يعني الاكس ديت اذا كانت بوزيتيف التكامل ده يبقى كونفرجنت، إذا كانت نيجاتيف مضمنش تبقى كونفرجنت ولا لا. وعلى سبيل المثال أهي عند الناقص واحد طلعت لي ادتني حاجة دايفرجنت. طيب بنفس الكونسيكونس ده لو أنا عايز أجيب جاما 2 بيساوي تكامل من صفر لما لا نهايه، حط الاكس ب 2 يطلع تي اي باور ماينس تي دي تي. لو انا عايز اجيب جاما 3 يطلع تكامل من صفر لما لا نهايه تي سكوير اي باور
باور ماينس تي دي تي. وهكذا لو انا عايز اجيب جاما 4 يطلع بيساوي تكامل من صفر الانفينيتي تي باور 3 اي باور ماينس تي دي تي جاما 5 هيبقى تكامل من صفر الانفينيتي تي باور 4 اي باور ماينس تي دي تي جاما ان ان جنرال بيساوي كام؟ وير ان از بوزيتيف ان. انا مش عايز حاجه اكتر من كده النهارده. بس في الاول كده ايه؟ في الاول كده نعرف ايه اللي احنا خدناه وايه اللي انا عايزه منكم. نعم. الساعة 8 ما تتأخروش بعد إذنكم المرة اللي جاية. اتفضلوا.